هذه امرأة تسأل فتقول إنها مطلقة طلاقا بائنا، فهل يجوز لها أن تخرج مع أهلها لحاجتها وإلى النزهة، أم يلزمها المكوث في البيت؟ لا، البائن من حي هذه ما تبقى في البيت، تروح لحاجتها وتذهب، هذا المتوفى عنها هي التي تلزم البيت المتوفى عنها. أما المطلقة البائن من حي فليس من شرط عدتها أن تبقى في البيت. نعم.